استكمال مشاريع البنى التحتية المتوقفة والمتلكئة بدأ العمل بها، لا سيما التي على تماس مع المواطن. رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي افتتح طريق المرور الدولي السريع الرابط بين بغداد والمحافظات الجنوبية، فيما نفذت وزارة الإعمار والإسكان المرحلة الأولى منه بملاكاتها الفنية والهندسية. هو جزء من طريق المرور السريع الرابط للمحافظات الجنوبية، تحديدا الطريق المار، يعني المحافظات التي مار بها الطريق البصرة، ذي قار، المثنى، بابل والديوانية بمحافظة بغداد. هذا الجزء اليوم الافتتاح يتعلق بجزء المنفذ من مقطع حلة بغداد، ويمثل المقطع الأكثر حركة مرورية. المشروع الذي يبلغ طوله أكثر من 100 كيلو متر أجريت عليه أعمال التسوية والإكساء وإضافة مواد تستخدم لأول مرة في شبكات الطرق السريعة. يساهم هذا الطريق في إعادة الوضع إلى ما كان عليه من حيث الإكساء بطبقة جديدة محسنة بالبوليمر، بالإضافة إلى مد الأسيج الوقائية، وكذلك مد البيرير نيوجيرسي الحاجز للحواجز، وكذلك إعادة التأهيل بالكامل من حيث التخطيط والإنارة بالنسبة للتقاطعات. الآن أكملنا المقطع الأول بطول 33 كيلومتر ذهاب وإياب. المقطع راح يهيئ أيضا للقطع لإتمام السايد الثاني اللي هو راجع حلة بغداد، ونفس مسار بهذا المقطع راح يصير بالمقطع الثاني. وتنصب الجهود على إقامة مشاريع الطرق الدولية التي تربط مداخل العاصمة الخمسة كمحافظتي واسط وميسان لتحسين الطرق الدولية التجارية. تطوير مداخل بغداد والطرق السريعة سيحقق انسيابية عالية ويؤمن السير أمام المركبات والمارة من غير حوادث. من بغداد، محمد العيداني، العراقية الإخبارية.